بسم الله الرحمن الرحيم. من أمام المدخل الشمالي لمخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس وفي المنطقة تماما التي شهدت ارتقاء الشهيد بكير حشاش فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة التي خلف الكاميرا، هناك مقام أو عفوا كنيس بئر يعقوب، هنا دارت مواجهات عنيفة امتدت من الساعة تقريبا 2 حتى 3:30 فجرا. قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى منطقة بلاطة البلد القريبة من أجل اعتقال أحد الشبان الفلسطينيين، فجوبهت بمقاومة عنيفة جدا من عشرات الشبان من مخيم بلاطة ومن المنطقة المحيطة الذين رشقوها بالحجارة، وكذلك حاولوا إغلاق الطريق باستخدام حاويات النفايات، وأيضا رشقوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالزجاجات الفارغة. جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب التفاصيل أطلق الرصاص الحي تجاه الشبان، لكن يبدو أن هناك قناص استهدف الشهيد بكير حشاش. بكير في 21 من عمره، لكنه رغم صغر سنه كان مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اتهمته قبل ذلك بإطلاق الرصاص عليها خلال اقتحامها لمدينة نابلس قبل فترة وجيزة. التفاصيل أن أيضا جيش الاحتلال كان قد احتجز عم الشهيد، وهو الذي يعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الأمن الوطني، خلال عودته من رام الله مساء أمس على أحد الحواجز العسكرية جنوب نابلس، وأبلغه بضرورة أن يقوم بكير حشاش بتسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن بكير كان يفضل الشهادة على أن يسلم نفسه وكان مطاردا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن شهود العيان أكدوا أن الرصاصة التي أصابته أدت إلى استشهاده أطلقت عليه من قناص كان يعتلي أحد هذه المنازل القريبة، وبالتالي نحن أمام عملية اغتيال للشهيد وليس مجرد استشهاد في مواجهات. وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى منطقة بلاطة البلد واعتقلت أحد الشبان، لكن كان هناك مواجهات واشتباك مسلح مع عدد من المقاومين بينهم الشهيد، وتم إطلاق الرصاص تجاههم وأدى ذلك إلى استشهاده. أصيب بكير برصاصة في فمه دخلت إلى داخل رأسه وأدت إلى تفتت كامل للجمجمة وكذلك للدماغ، ونزف كميات كبيرة من الدماء، وأيضا حسب شهود العيان الذين تحدثنا إليهم غالبا هو استشهد فور إصابته، ورغم ذلك نقل إلى المستشفى لكن الأطباء أعلنوا رسميا أنه فارق الحياة. الشهيد هو من عائلة فقيرة، هو يتيم الأب، عائلة بسيطة جدا من سكان مخيم بلاطة. جميعنا شاهدنا والدته عندما قالت، كانت تقول إنه عريس وذهب إلى الحور العين. لا شك أنه موقف صعب أنها تشاهد أحد أبنائها بعد أن يعني سهرت عليها الليالي حتى وصل إلى سن 21 وتغتال قوات الاحتلال الإسرائيلي. فيما خص التشييع سيكون بعد صلاة العصر وليس صلاة الظهر كما درجت العادة، سيكون بعد صلاة العصر. هناك جنازة عسكرية ستنطلق من مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، ومن ثم سيتم حمله على الأكتاف والسير به في جنازة داخل مخيم بلاطة، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء. بكير حشاش هو أول شهيد في محافظة نابلس في العام الجديد، وطبعا أول شهيد في مخيم بلاطة. مخيم بلاطة هو مخيم الشهداء، قدم خلال السنوات الماضية عشرات الشهداء خلال الانتفاضة الثانية وقبل ذلك أيضا خلال الانتفاضة الأولى، ولديه المخيم تاريخ طويل من مقارعة الاحتلال الإسرائيلي. لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في مخيم بلاطة طالبت السكان هنا والأهالي بإغلاق محلهم التجارية وإعلان الحداد على روحه وقت تشييع الجثمان، وبالتالي الحادثة كانت مؤلمة. استيقظ أهل نابلس والمخيم على هذه الفاجعة باغتيال الشاب بكير حشاش. أيضا هناك عدد من المعتقلين الفلسطينيين خلال
حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم من محافظة نابلس. هناك خمسة، أحد المعتقلين كان من منطقة بلاطة البلد القريبة، والذي يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اقتحامه للمنطقة الشرقية من نابلس كان يستهدف اعتقال هذا الشاب، لكنه جوبها بمقاومة مسلحة وخاضوا اشتباك مسلح معه أدى إلى إصابة الشاب بكير حشاش برصاصة في فمه، ارتقى على إثرها شهيدا. محافظة نابلس شهدت خلال الأشهر الماضية ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين، وكان هناك أيضا شهيد من عائلة حشاش ارتقى قبل نحو 3 أشهر عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم. هناك عشرات المعتقلين من أبناء مخيم بلاطة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهناك عدد من المطلوبين أيضا لقوات الاحتلال بحجة قيامهم بإطلاق الرصاص على القوات التي تقتحم محافظة نابلس وتقتحم المخيم والمدينة. وبحسب أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي فإنه ينظر إلى المخيمات على أنها قنبلة موقوتة، المخيمات نظرا لأنها أولا تشهد حالة نضالية منذ إنشائها قبل أكثر من 70 عام وعام 48، وأيضا ما طرى عليها من عام 67 وخلال النكسة وما تلا ذلك من الانتفاضة الأولى التي انطلقت في الضفة الغربية من مخيم بلاطة. الانتفاضة نتجت عن دهس أحد المستوطنين لأربعة عمال في قطاع غزة، وكان الرد فورا يوم 9/12/1987 من مخيم بلاطة عندما خرجت المسيرات وارتقى الشهداء وانتقلت المظاهرات إلى كل الضفة الغربية المحتلة لتعلن اندلاع الانتفاضة الأولى. إذن سنكون معكم في تغطية مباشرة بعد قليل من منزل الشهيد، سنكون معكم في تغطية مباشرة من منزل الشهيد، وأيضا سنتابع وإياكم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر من مستشفى رفيديا باتجاه مقبرة مخيم الشهداء في مخيم بلاطة.